في صراع حضاري، هو صراع في الأساس صراع حضاري، صراع أفكار. هذا الصراع الحضاري يتحول في فترة من الفترات إلى صراع حقيقي على الأرض. اللي هيقرأ التاريخ قراءة مختلفة عن هذا الذي نقوله مغيب، مغيب. هناك صراع، الصراع لبه الدين، عشان يعني إيه، عشان تكون حضراتكم واخدين بالكم، لبه الهوية، لبه إن حضرتك مختلف. أنا لا أدعو، طبعا إحنا كمسلمين لا ندعو لوجود صراع ولا ندعو لوجود حروب، إحنا لا ندعو لهذا. لكن هو حتى أنت على فرض إن أنت بقيت في حالك وقعدت في بلدك، هو مش هيسيبك طالما أنت مختلف، فأنت مشروع عدو. شوفوا يا جماعة، هو يعني إيه، طبيعي وبدهي، اختلاف الدين، اختلاف الدين يوجب اختلاف المصالح، يوجب اختلاف الأغراض، تمام كده؟ الإسلام بيعمل إيه؟ بيوجد معادلة صعبة، وبيقول للمسلمين إنه ليس كل اختلاف في الدين ينبغي أن ينتج عنه بالضرورة قتال أو عداوة. فبيفرق الإسلام، بيخلينا نفرق بين غير المسلم المحارب، فيقول لك ده في حربه، غير المسلم المستأمن، غير المسلم الذمي، غير المسلم المعاهد، فيقول لك كل دول ما تحاربهمش، ما تحاربش إلا مين، إلا كذا. وبعدين يأمرك إنك تبرهم وتقسط إليهم ما لم يحاربوك. فالإسلام أوجد هذه المعادلة الصعبة في نفس المسلم، إنه ليس كل مختلف في الديانة معي بالضرورة ينبغي أن أقاتله أو أحاربه، تمام؟ ولما بنقول برضو كلمة دين لا نعني بها دين بمعنى دين سماوي مثلا، لكن الدين هو مطلق ما يدين به الإنسان. يعني الصينيين مثلا، الصينيين ما عندهمش دين سماوي خلاص، لكن في لحظة من اللحظات مصالحهم الاقتصادية، مصالحهم السياسية هتبقى متعارضة مع ما يقوله ديننا، وبالتالي احنا مش هنقف معاهم. هم ما عندهمش حل غير القتال. إذا كانوا أقوياء يقول لك أنت ليه ما تسمعش كلامي، تعالى يجيبك من أفاك على طول. واضح؟ لذلك اختلاف الديانة يوجد بالضرورة اختلاف المصالح، اختلاف الرؤية، اختلاف الوظيفة. ليه؟ لأن الدين هو اللي بيوجد النموذج المعرفي. النموذج المعرفي اللي هو إيه؟ اللي هو من أنا؟ ما دوري؟ ما علاقتي بالكون؟ ما علاقتي بالناس؟ إلى أين سأذهب؟ الدين هو الذي يوجد هذا. فإذا اختلف النموذج المعرفي تضادت واختلفت المصالح والأغراض. لذلك الله عز وجل لخص هذا بقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ليه؟ في اختلاف. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يشترط في هذه الحرب، حرب تغيير الديانة، أن تكون صريحة فيقول لك غير دينك. لا، لا يشترط. يكفي ان انت اسمك مسلم، فرحان ان اسمك محمد، خليك اسمك محمد بس احتفل بالكريسماس معانا، وهكذا، بحيث يبقى ايه، مسلم مفرغ المضمون. احنا لا نعادي لاختلاف الدين ضرورة. ليه؟ لان احنا عندنا ديانة، مش كل مختلف معانا بنعادي. طب المختلف معايا هل عنده هذا الضابط؟ هل عنده هذا الرابط؟ لا، هو لا يخضع لك الا اذا كان ضعيف. إذا كان قوي هيلزمك برأيه، وده اللي حاصل. يعني في أصدق من الواقع إذا وقع. هو الموضوع هناك حق وباطل ولا مفيش حق وباطل؟ بس إذا كان هناك حق وباطل فأصحاب الحق يتبعون مصدر الحق، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. طب ليه يعني إيه الفرق بينهم وبين اليهود؟ يعني الفرق ان المشركين واليهود، ليه المشركين ما تعملوش نفس معاملة اليهود، اللي هو نعمل معاهدة ونعيش مع بعض؟ ليه؟ دي بقى بحث عن الحكم، والبحث عن الحكم مهما قلنا قد نصل الى حكمة وقد لا نصل الى حكمة. يعني انا ممكن اقول لك مثلا انه والله لان المشتركات بين المسلمين واليهود اكثر من المشتركات بين المشركين والوثنيين، لكن انا لما بقول لك ده انا لا ادري هل هذه هي الحكمة فعلا او لا، لان مفيش نص. انا اللي بيلزمني هو النص. نص من مين؟ من صاحب الحق المطلق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم.
فهو كثير من الحاجات الإسلامية التي يستبعدها والتي يستنكرها كثير من المسلمين جاية من العقلية اللي احنا نقدر نقول عليها ايه، العقلية الحديثة اللي هي كلنا زي بعض، كل الأديان زي بعض. لا، كل الأديان مش زي بعض، هذا غير صحيح. كل الأديان زي بعض في المعاملة، يعني احنا نعامل الناس كلها في التعامل بلا ظلم بالعدل، لكن الأديان في منها الدين الحق وفي منها الدين المحرف، فليست سواء.